مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون الاسبوع الاول من شهر حزيران يونيو؟ مفروض يكون اسبوع ممتاز طبعا، لانه انتم اخذتوا طاقه كثير كبيره من الاول يومين بشهر حزيران يونيو، السبت والاحد 1 و2 حزيران يونيو، فانطلاقتكم رائعه جدا، انتم من اقوى الابراج في هذا الاسبوع. خلونا نشوف الايام كيف بدها تكون. عندنا الاثنين والثلاثه القمر ببرج الثور في بيت رقم 2 الخانه الثانيه بالنسبه لكم، هذا امر جيد بيساعد لحتى مواليد برج الحمل يكملوا بشغلهم بعملهم بقوه، بقوه اراده، بقوه تصميم، وطبعا بسابق ترتيب وترتيب للامور وللمستندات اللي عندكم اياها. يلي حابب يشتغل على امور اداريه بدها اوراق تنسيق ترتيب، فالتنين والثلاثه مناسبين، لكن شرط انه تكونوا محضرين كل شيء. يلي عنده امتحانات بده ينتبه، لانه في احتمال انه يكون فتره امتحانات، يمكن يكون امتحانات دروب كويز يعني فجاه بتصير. الأربعة خلينا نقول الأربعة من الساعة 11:30 صباحا القمر بيصير ببرج الجوزاء، الخميس القمر ببرج الجوزاء وعندنا قمر جديد ببرج الجوزاء يوم الخميس، والجمعة القمر بيكون ببرج الجوزاء حتى الساعة 4 إلا ربع الظهر توقيت بيروت، بعد ظهر توقيت بيروت. فترة وجود القمر في برج الجوزاء مع القمر الجديد برج الجوزاء هي فترة غنية ودسمة بالنشاطات وبالأخبار وبالأمور اللي أنتم حابين تشتغلوا فيها، يلي ناطر جواب، اللي حابب إنه الأمور تزبط، يلي حابب يسافر ويحكي، كل شيء كل عمل بدكم اياه في حركه وفي بده همه وبده كلام وبده اخذ عطاء، مشاوره، بده جدال شوي، بده بحث وقدره على الاقناع، فيكم تقولوا انه فتره وجود القمر في برج الجوزاء هي مناسبه جدا. في عندنا قمر جديد معناتها فيكم تتوقعوا يا خبر يا تقدم يا ظرف عم بيتحرك او بدايه لمساله مشروع، يمكن كونترا عقد عم يشتغل عليه، يمكن صفقه بتنمضى، يعني بصير في نوع من تعهد او نوع من ظرف بيحملكم الى انتقال لمرحله جديده، وهالانتقال يمكن يكون فعلا جسديا يعني سفر او زياره مهمه. الجمعه بعد الظهر القمر بيروح لبرج السرطان، السبت 8 القمر ببرج السرطان، والاحد 9 القمر ببرج السرطان، يعني الجمعه بعد الظهر لا تقريبا اخر يوم الاحد القمر ببرج السرطان بالبيت الرابع، هذا شيء ليس سلبيا، بالعكس هذه مساله بتساعدكم لحتى تحطوا رحالكم شوي وتخصصوا هالفتره للعائله للاهل، تنبسطوا تفرحوا معهم، تقضوا فترة جيدة معهم، ما تزعلون ما يزعلوكم، يعني فيها نشاط لأنه الشمس بالجوزاء وأيضا الزهرة وأيضا المشتري، ففي احتمال أنه تتحول هالجلسة، هذا اللقاء، هذا الجو، القعدة إلى فرحة. ومش بس هيك، الخبر الحلو أنه يوم الأحد القمر رح يترك برجكم، واخيرا من الاحد الصبح بترتاحوا ببطل ببرجكم، فالمشكل بطل موجود، سبب مشكل بطل موجود، يعني ما فيكم تلوموا بقى المريخ على اي تعصيب معقول تفكروا فيه. اذا في عنا تاثيرات من المريخ من اول اسبوع حتى فينا نقول حتى للاحد كمان، بدها تنتبه مواليد 15 لاخر مواليد برج الحمل ان كانت 19 او 20 نيسان ابريل، يلي عنده ظروف مهمه عم يمرقوا فيها حاليا ما حدا بيقدر يزيحها او يغيرها، حدث او ظرف يكون عائلي، فيكون بالشغل، فيكون من حولكم، هي مواليد 3 و4 نيسان ابريل، احيانا هذه الظروف بتسبب نقلة نوعية وسبب لحتى الواحد يغير شيء أو يدخل شيء بحياته، مش بالضرورة تكون سلبية. جميع الأحوال تابعوني مع الأبراج اليومية، المزيد من التفاصيل اللي بعد ما سمع برجه الشهري لازم يسمعه، بتلاقوا الروابط عندي بالفيديوز بحطهم، وايضا بدكم ايضا تتابعوا ايضا تاثير كوكب المشتري على برجكم، بتلاقوا الرابط بعلبة الوصف كمان. الى اللقاء، باي باي.